مماثلا لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم، شارك سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة الممثل الخاص لجلالته حفظه الله ورعاه في مراسم افتتاح القمة العربية في دورتها الاعتيادية 31 التي تعقد في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. وفي حفل الافتتاح استمع أصحاب الفخامة والسمو المعالي والحضور إلى كلمة فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة رئيس الدورة 30 للقمة العربية، سلم من خلالها رئاسة الدورة الحالية لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والذي ألقى كلمة أكد فيها ما ستقوم به الجزائر من عمل للم الشمل وتحقيق تطلعات الشعوب العربية. كما استمع الحضور إلى كلمة من معالي أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ركز فيها على عدد من القضايا التي تخص الأمن العربي ومواجهة التحديات التي تعيق التضامن العمل والعمل العربي المشترك. كما استمع الحضور إلى كلمات من كل من فخامة رئيس جمهورية أذربيجان رئيس الدورة الحالية لحركة عدم الانحياز إلهام حيدر أوغلو عليف، والرئيس السنغالي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ماكي سال، ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه. وقد حضر سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة حفل العشاء والذي أقامه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لأصحاب الفخامة والسمو والمعالي رؤساء الوفود المشاركة في القمة.